تردد الحديث في المدة الأخيرة عن اسم رضا قرير المودع حاليا بالسجن للتحقيق معاه في عدة قضايا. اسم رضا قرير ولأن يمثل العديد برشا حاجات إلا أنه أكيد ثم برشا ما يعرفوش. رضا قريرة هو من مواليد 21 أوت 1955 بسوسة، وهو سياسي تونسي كان عضو في الحكومة السابقة من 1992 إلى 2011 دون انقطاع. درس قريرة معهد الذكور بسوسة، وبعد نجاحه في البكالوريا اقرا في باريس اختصاص رياضيات، والتحق بعدها بالمدرسة المركزية بباريس وين أحرز على دبلوم مهندس وشهادة الدراسات المعمقة في الكيمياء، وبعدها تحصل زاد على إجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس الأولى، كما تحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة وهو ما سمح له إنه يشغل عدة خطط في الوزارة الأولى. وفي عام 1991 تولى قريرة منصب رئيس مدير عام للبنك العربي التونسي الليبي للتنمية والتجارة، ثم كاتب لدى وزارة الخارجية. حياته السياسية حملت معها عديد المفاجآت، حيث عين قريرة في جان في 1992 كاتب عام للحكومة، وفي 1999 كان ثاني وزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وبقى في المنصب هذا لمدة 11 عام ليترك وينتقل بصفة مفاجئة في جان في 2010 لوزارة الدفاع خلفا لكمال مرجان، وبقى على رأس وزارة الدفاع أسابيع بعد الثورة إلى حدود 27 جان في 2011. وفي مطلع شهر مارس 2011 صنع رضا قرير الحدث وقت اللي بادر بالإدلاء بتصريحات صحفية ليكون بذلك أول وزير من وزراء بن علي يدلي بتصريح، وأكد أنه صباح 14 جان في 2011 اتصل به المخلوع وهو في حالة غير طبيعية وسأله عن حقيقة الطائرة اللي باش تجي حسب روايته القرطاج وتقتل كل ما فيه، كما حكى زاد على اتصال بعض قيادات جيش الطيران وأعلموه بمغادرة بن علي للبلاد من المطار العسكري بالعوينة، علامات طائرة رئاسية ليواصل في تصريحه أنه أصدر وقتها قرار بإيقاف علي السرياطي وتجريده من سلاحه ومن الهاتف الجوال متاعه، كما تحدث وقتها عن تفاصيل الاتصالات الهاتفية مع الرئيس المخلوع طوال يوم 14 جانفي. بعدنا وقفنا على السرياطي وكذا، كما قلت لكم وليت وحدي وزارة الدفاع ومسؤولية وزارة الدفاع، كما قلت لكم معناها عسكريين في الشارع وكذا واحد. قلت نعرف الوزير الأول طوال مشروع هزي التليفون كلمته في المكتب متاعه سيد الوزير الأول السابع، قالوا لي راهو موش في المكتب لكن تجب تتصل به على الجوال، طلبته على البورتابل على الجوال نتاعو. قلت له سي محمد راهو كذا راهو الرئيس خرج في بالك ولا قال لي في بالي ولا علموني ولا كذا، وراني قلت له وقفت للسريات علاش سألني وكذا، قلت له تو نقول لك في مرحلة أخرى أنت وين موجود تو سي محمد؟ قال لي راني ماشي للكارطاج. اليوم رضا قريرة موجود داخل أسوار السجن ويعاني من مرض السرطان عافانا وعافاكم الله، وهو ما خلى بعض الأطراف كما نواب المجلس الوطني التأسيسي من الحزب الجمهوري مي الجريبي وعصام الشابي يدعيه إلى تمكين قريرة من تلقي العلاج في بيته خاصة مع رفضه العلاج في السجن. نحن نتوجه لكل الجهات المعنية بأن يلتفت لهذه الحالة الصحية ويتمكن سي رضا قريرة من تلقي العلاج وهو في داره ويقعد بالطبيعة رهن التحقيق و معناها يتعرض للمحاكمة اللي تطلبها الأوضاع وللأحكام اللي تطلبها المحاكمة هذه.